شجاعة. أول حاجة أنت مديون دولة، أنت قاعد في دولة مديونة مليارات الدولارات، لو قلت أنك أنت هتشيل يعني هتشيل من خزنتك أو من تقطع من الشعب السوداني عشان تسدد لأمريكا، بعد ما أنت احترفت وورطتها وورطت الدولة بالاحترافات أنه يعني خلاص الشيء ده حصل وانتو دايرين ترفعوا اسم السودان من قائمة الدول الراعي للأرحام، الحتة دي بذات نفسها مفروض انت تشاور على الشعب السوداني. انت كحكومة فترة انتقالية ما عندك حق انك تمشي تعمل الصفقة مع امريكا عشان تقول انه والله انا حلقط القريشات دي القدر شنو من الدحب الموجود هنا وهنا نسددها، وعشان يجي يقول لنا والله يا ابطال. لا لا، امريكا دي ما مغفلة كده، لا لا، امريكا ما دام ورطت السودان في الديون، وديون السودان الان بقت يعني كم، 50 مليار، دي ديون قرابة كده كلها الديون المطلوبة دي، ما حاجة سهلة بالمناسبة. الدائرة الدين مننا اي جيب شركاتك تعال، عندنا البترول، عندنا الزراعة، تعال ازرع، وكل سنة وكل سنة من الارباح عندك نسبة 15% لديونك. احنا ما عندنا حاجة، عندنا اراضي زراعية كويس، عندنا وطن واسع، عندنا الثروة الحيوانية، عندنا الصنف العربي، تعال انتج انت، شوف الحاجة اللي بتنفع معك، شركات تجي تمسك الصنف العربي تكون مشاريع، الحشاب ده ينزرع تاني في الصحراء دي، ينزرع حشاب زيادة. فالكلام يعني لازم نمشي لقدام، دايرين ندي حلول، والحلول دي عشان نطلع من المعزق. المعزق ده ما قال انك عند امريكا تجي تكون عند التحالف، امريكا دايره السلام حقك، وامريكا تجي تقيف معك ولتال، لا لا، ما في زول بكفي لك دينا. النادر كلهم اكالة، كلهم اكالة، شك كلهم اكالة، ما في زول بيحل لك مشكلتك، زول بيحل لك قضيتك ماشي. فالقضية قضية الوطن، قضية الوطن معناته كلنا نساعد نشوف الحلول شنو. انا اقدم مقترح وانت تقدم مقترح والمؤسسات الثانية تقدم مقترح، والمقترحات دي يجيب ناس يجوا يقنبوا، نشوف نحن المقترحات اللي نحن بنقدمها للشعب السوداني، هل انه بيحل قضايا السودان ولا ما بيحلها؟ السودان مشكلته ديون الدولية أكثر من أي حاجة، الآن نحن ورطانين في ديون دولية، خليك من المشاكل ذاتها، ورطانين في ديون، الديون دي حلها شنو؟ اللي بيحل الديون منو؟ منو اللي بيحل الديون؟ ها؟ اللي بيحل الديون منو؟ أنتوا لو قعدتوا كان وخطيتوا رأيكم أنه السودان اسمه ما بيترفع، امريكا ما دارت ترفع اسم السودان من قائمه الدول الراعي للارحام الا ما تطبق حقها، صح ولا ما صح؟ وده الكلام اللي انت مشيتوا فيه وقلت لامريكا نحن بنديك حقك، صح؟ ولا لا حم انت بيجي بيعترف للشعب السوداني انه لقط الدولار، الدولار ده ارتفع لانه شالوا الذهب والدولار كله دار يدوا لامريكا. كويس؟ انت دار تكفي امريكا، كفي امريكا بالشروط، امريكا قول لها يا اخي مرحب بيكي، مرحب بيكي يا امريكا، انت دايره كم؟ دايره كم من السود الامراء اخواننا ديل الفاسدين ديل؟ والله دايرين كده مليون دولار، دايرين 200، دايرين 300، دايرين 400 مليون دولار، 500 مليون دولار، مليار دولار، ما في مشكلة تعالي. الديون الدولية كم؟ البنك المركزي داير مننا كم ديون في السودان؟ والله دايرين منكم كذا، تعالوا طيب، تعالوا قنبوا. قال حميتي قال كذاب، كلام ده ما حقيقة يا آيات، نحن عشان ما نمشي بعيد، نحن عشان ما نمشي بعيد، كله خلونا نتكلم في أمر واقع، أنا ما عندي قضية بحميتي وأنتم بتعلموا ذلك. الديون بتاعت السودان الآن الديون حقيقية، السودان مديون، دولة ما داري مننا، ما في مشكلة، تعالوا انتوا مش دارين ديون السودان دي، نحن دارين نحلها عشان ما في دول يجي يقول داير مننا ذاته، دارين نعمل دولة فيدرالية، ايوه نعم، لكن دارين اي دولة داري مننا ديون، الدول العالمية كلها استثمارات موجودة، امريكا داري شنو؟ نحن عندنا امريكا ممكن نديها حصتين، نديها حتتين للشركات تشتغل فيها، ممكن ندي الشركات الأمريكية تشتغل في اليورانيوم والشركات الأمريكية تشتغل في النحاس، ما المانع شنو؟ ممكن ما نديها الزراعة، كله ما نديها الزراعة، لكن احنا في النهاية دار نحل القضية. الديون دي مليارات، حكومة الثورة الآن هي تورطت، حكومة الثورة ذاتها تورطت، حكومة حمدوك تورطت، لأن هي حكومة أصلا ما شرعية، هي ذاتها بذات نفسها، يعني ما الحكومة هي بتكفي الديون، حمدوك ما عنده حق، حكومة الثورة ما عندها حق أنها يكفي الديون، لأن حكومة بدأت تسير فترة انتقالية، بعد ذلك تجي الانتخابات، بعد ذلك يجي البرلمان، بعد ذلك نشوف الديون هتتكفى كيف. لكن أنتوا ركبتوا مشيتوا قلتوا دايرين تكفوا الشغل ده، تكفوه منين؟
دايرين تقفوه منين؟ الدائرة الدين تجيبوا لنا يجي يزرع يشيل حبه وبالأسعار اللي احنا دايرينها. مش أمريكا دايرة مننا ديون؟ مرحبا، ما في مشكلة. أي دولة دايرة دين عايدة حقها، احنا ما ناكرين. عمر البشير ده ورط السودان يا جماعة، ما في مشكلة. تعالوا تعالوا نعمل حلول. الحلول شنو؟ عشان نطلع من المعزق. احنا عندنا كل الإمكانيات موجودة. يبقى أنه الكلام ده ما بيبقى بدون سلام العادل والشامل. والسلام العادل والشامل الحقيقي الشعب السوداني البرد الشعب السوداني دولة فيدرالية حقيقية من غير كذب من غير نفاق من غير أي تلبيد لأي شخص مهما يكلف الثمن. والكلام السلام إذا نحن السلام اللي نتكلم عنه في حركة جيش تحرير السودان في عمانة الفكر والثقافة بنتكلم في ربط النسيج الاجتماعي الحقيقي بين منوم ونحامي بين المزارع وبين الراعي أو بين الزراع وبين الروحة. دي أول حاجة. أبناء الريف هم ديل اللي بيعيشوا مع بعض، هم ديل اللي بيربطوا النسيج الاجتماعي، هم ديل اللي بيجيبوا التنمية الحقيقية. إذا هم عايشين في سلام وفي أمان ممكن ما نحتاج لحاجات كثيرة جدا. كم أطنان من القمح ودارين توردوا لنا القمح؟ ده كلنا إحنا ما دارين، إحنا ما دارين قمح. السودان ما محتاج قمح، السودان محتاج سلام وأمان. بديك حاجة نموذج صغير كده، إحنا كنا أطفال نموذج صغير، أمهاتنا ربنا يرحمهم وحبوباتنا ربنا إن شاء الله تغمدهم وموت حسن وربنا إن شاء الله يجعل مسواحنا الجنة، ربنا تربية. تعال أوريك كان بربونا كيف. كنا في الفريق ولا في الحلة ذاته، خليك من ناس الحلة، ناس الحلة دي عندهم حاجات تانية. إحنا كنا في الفريق، أنا تربيت في الفريق ما تربيت في الحلة، أنا من الروحة كويس. اتربيت في فريق، ناس الفريق ديل تعبانين من ناس الحلة، ما عندنا حاجة غير الروب واللبن والحاجات دي، ما عندنا حاجة. يعني عيشنا نكون بسيط جدا، ضبية ضبيتين أو جراب جرابين زي ما تسميهم سميهم، ما عندنا حاجات كثيرة. العيش حقنا بنزرع وزراعتنا زراعة مطرقة، بنزرع في الخريف وبنسير بنجي دارفور، بنجي في الشمال في أيام الخريف وفي الدرج بنرجع بنحصد العيش ده اللي بيدق له شوالين اللي بيدق له أربعة اللي بيدق له خمسة شوالات، بنشيل لنا شوال واحد والباقي بندفنه في الوطني وبنسير بنسير. اسمع الكلام ده كويس، لكن تعال شوف هل عم احنا كنا بناكل من البهايم ده بس بنبيعها؟ ما بنبيع البهايم. ليه؟ لأنه كان في حاجات في سلام، البلد كانت عامنة في بداية الخريف الوضع بيكون صعب شوية، لكن لما نجي شهر 10 شهر 9 وشهر 10 الدنيا بتكون رخية. أول حاجة احنا عندنا الكريب بيطلع، الكريب ده في ناس ما بعرفوه. الرز الواحد ده الرز ده بيطلع برضو. الحبوبات ده بيمشي بيبزع الكريب بيجيب لنا الواحد بتعمل لها ضبية ضبيتين. حتى ناس الحل الحلال برا بيعملوا الكلام ده لأنه كان في أمان. ده بيغطي ليك أنه أنت ما محتاج تمشي تشتري عيش. دخن ما محتاج تمشي تشتريه من السوق. ليه؟ لأن أنت عندك بديل. والناس الموجودين في الحلة الواحد لما يطلع له نص شوال بتاع العيش بيمشي بيفرش في السوق ممكن ما تبيعه، بيبيع له منها كورة أو كورتين وهو ما محتاج حاجة، داري يبيع الكورة ولا الكورتين دي عشان يجيب له شنو؟ عشان يجيب له شاي ومسكن وبصل وزيت. دير شاي وسكر وبصل وزيت، ما في حاجة تانية بيجيبوها من السوق بالمناسبة. ليه؟ لأنه كان في سلام. الميكة دي ما مزروعة، العوين بيمشي كان بيفزع عن حبوباتنا وعماتنا كان بيمشي بيجيبنا من الخلق بيقطعنا بدقنا بالصيف بالصيف بالناس. الآن السودان بيجي في حرب، في عوامل كثيرة جدا. يعني انت ممكن كان في سلع، انت بتشوف السلع تعبانة القديم وعندك القنقليس عندك اللالو النبط الحاجات اللي بتخش السوق دي بالمناسبة السلع بتجيب قروش، بتجيب قروش ثقيلة جدا بالمناسبة، بتجيب قروش كثيرة جدا وبتغطي للمسكين ما تبيع غنمايته ما تبيع بقرته. الناس كانت عايشة في أمانة الله. السودان الآن نحن ورطانين في ديون ما يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، والديون لا يمكن نمرق من الديون دي إذا ما كنا نحن كلنا خطينا يدينا عن مدارين نبني دولة. ما بنبني دولة بالاتفاقيات الفاشلة العاملين لنا أخواننا وجزء لا تجزع من جمهورية السودان، وإحنا ما هم أبناء الوطن كردين ولكن عبينا، ما هنقول لهم هم من أبناء الوطن، لكن ما جابوا اتفاقية صحيحة. بدل هم يجيبوا اتفاقية ويجيبوا سلام
وقت خلاص امريكا دايره ترفع الثوره جات زي ما انتم شايفين، قال الثوره جات اذا كان نجحت ان بقطع السودان لمسارات 10 مسار. شو سلام دبع اول حاجه فشل، فشل الزريع ادوا مناطق اصلا ما عندها حرب، ما عندها حرب. هسي زي ناس الشرق، ناس الوسط عندهم شنو؟ مسار الوسط ده جابوه عنده شنو مسار؟ تحياتنا لحنا في الوسط، ما في حرب في الوسط صح؟ هاي جابوا مسار الوسط، قسموا السودان كيمان كيمان، مسار الشمال جابوا شنو؟ عندهم شنو؟ دايرين تنميه، ما دايرين حاجه صح؟ هاي يبقى معناته ما في حرب، مفروض السلام ده يكون في مناطق الحرب، بس يجيبوا سلام في مناطق الحرب والسودان كله يكون موحد. ما في، جيتوا قسمتوا السودان كله مسارات، الان له ذاك الشرق بيطالب بالانفصال. دي اخطاء جسيمه، وقلت لك السودان حتوزعوا 5 ويلات، جوبا 1 وجوبا 2 وجوبا 3 وجوبا 4 وجوبا 5، حتوزعوا كده. حتوزعوا كده. كويس؟ وغرب السودان ممكن تتفصل، جزء من غرب السودان ممكن يمشي برضه، انا بوريك عليه. برضه في تحديات بنفس الطريقه دي. جبال النوبه حتمشي. ليه؟ لانه انت جيت عملت للناس خيار وفبوز ده احسن من فلان واحسن نجيب ده اول حاجه ونجيب ده، والان نحن نجيب الحلو ونجيب عبد الواحد محمد نور. طيب لو جبت الحلو وجبت عبد الواحد محمد نور هل جبت السلام؟ ما جبت السلام، ما جبت السلام، ما جبت السلام، وانت مجنون، مجنون اقسم بالله مجنون. وحتوزع السودان ده 5 دولة خليه قال قلت شلت الدولار وشلت الحاجات وزعته 5 دولة حتوزعوها، 5 دولة حتوزع السودان 5 دولة وفي الايام الجايه ما بعيد. عشان كده نحن حريصين ان السودان ما يتقطع، حريصين كل الحرص ان السودان ده يكون دوله موحده. عشان كده بنقول لكل ابنائنا وابناء الوطن، ابناء الرحل، ابناء الباديه، ابناء المزارعين، ابناء العباده الجماعيه، انتوا ديل ابناء الوطن كلكم ابناء وطن واحد. خلونا من السياسيين. والسياسيين تعالوا انتوا في كتله برامج. خطوا يدينكم مع بعض، مرقوا السودان من المعتق الحسي هو فيه، ونقدموا مشروع اقتصادي. نحن ما دايرين دعم من اي دوله، دايرين الدول تجي تشتغل فقط، ما دايرين دعم مادي نهائي. عديل عديل ما دايرين، مش دين قروض، ما دايرين قرض ولا من بنك الدولي ولا من، ما دايرين دين ذاته عشان ما يتعززوا فيه. نحن هم نشهد ما دايرين ديون، ديون ما دايرين نازل. شركات الادويه تجي باستثمارات، شركات البترول تجي باستثمارات. امريكا قلت لك قبل كده، امريكا عشان انت تطلع من مرارتها لازم تديها كميه من الاستثمارات وتجبرها لازم تجي، ولما دايرة تجي تجيب الاستثمارات دي تمسكها للشركات وهي تبكي بدموع بعد ذلك يكفوها بعد 20 سنه. ديونها ما في مشكله، نعمل ديون، بنك السودان يلتزم بذلك، والبنك السودان يكون ما مسيس، والشركات تجي تستثمر، والاستثمار يكون ماسكه بنك السودان، كل الاستثمار الدولة يكون كله في وزارة المالية، طوالي ما في أي حاجة في النص. والعقودات كلها تتم المالية. عقودات الاستثمار في البلد كلها تكون في وزارة المالية، ما في أي حاجة جانبية. والأمانة يكون من أبناء السودان، الأمانة ذاته يكون من أبناء السودان بنسبة 100% عشان ما في ربا عاطل. كويس؟ عشان زول يقعد عاطل ما في. دي بحد ذاتها لازم الناس تعمل لها شنو؟ تعمل لها حساب 100%. عشان نبني دولة لازم انك انت في حركة مسلحة لازم تكون عندك مقترح حقيقي، ما تقول انا اخصوني من السلام وما جايبني في السلام، ادينا مقترحك. تعال ادينا المقترح حقك، نحن مش ما وقعنا السلام معي، جوبا مش اقصتنا معي. حل قضايانا، حل قضايا السودان كيف؟ نقدم مقترح للشعب السوداني كلنا كأبناء الحركات المسلحة الموجودين برا، مع احترامنا لكل الحركات والناس الموقعة والأجسام السياسية والأجسام الثورية، نقدم مقترح حقيقي لبناء الدولة. ونحن ما وقعنا السلام ده المفروض يكون عندنا منبر، والمنبر حقنا المفروض من هسه يكون موجود، ونخط يدينا مع بعض عشان والمنبر ده يكون برا، ده شر الدبر نزعيه، ما في شغل بلبدوا للشعب السوداني تمشي تتقمص بهنا وتمشي تتلبد بهنا وتجي، ما عندنا حاجه بلبدوها، شغل لنا نخطه برا نتشاور فوق. اي زول يقول رايه فيه مكشوف للعالم ده كله ومكشوف في الانترنت برا،
اي زول عنده راي يجي يقول لا كلام كل بيسوي فوق ده ما بيمشي. رايك شنو انت؟ ما بيمشي. قال اي تعال. ما ده عنده راي. اي تعال ادينا رايك. رايه كويس اي نشيله. رايه عنده عيوب نقول له لا اخي فعلا كلامك ده انت كان مخترق كويس، لكن والله فيه عيوب 1 2 3 4. تعال انت اقعد معانا خلينا نمشي بمشوارنا ده. رايك شنو انت؟ بيجي صح ولا ما صح؟ ايوه. يبقى نجمع النادر كلهم في حته واحده. ما يجي يقول والله يا اخي ده عبد الواحد وده عبد العزيز الحلو وده دكتور الريح وده دكتور جيب ما بعرف لك وده اخونا دكتور منصور عرباب. الناس دي كلها تجي، واخواننا في الصحوه واللجان المقاومه واللجان الثوريه والادارات الاهليه والشباب الرحل والشباب النازحين واللاجئين كلهم نحط يدينا مع بعض عشان نبني دوله حقيقيه ونتشاور في كبيره وصغيره. ما في زول يخلوه طرف. ان احنا نحسي فضلنا دي مش قادرين نعيبه في جوبا. اي حقنا وين جوبا دي؟ ما معيوبه وانتهت. نحن حقنا وين؟ يجي انه حقنا نسوي لنا قبل بكره. والرساله دي من داخل الصفحه بذات الحركه بالنادي لكل قاداتنا في حركه جيش تحرير السودان بقياده الدكتور الريح وكل المناديب وكل اللجان الثوريه ولجان المقاوم حقيننا والناس الموجودين وكل الشعب السوداني عن ما منضم علينا. يا علينا يجب علينا كلنا نقدم رؤية حقيقية وبكل شجاعة وبكل أمانة وكل صدق عشان نبني دولة حقيقية بدون أي لبيت لأي إنسان، ونجمع كل الشعب السوداني واللي عنده راية يجي يقولوا طوالي ما عندنا مانع. الناس نفتح منبر حقيقي ونقدم رؤية. خلونا من الناس الفشل وذيل هم فاشلين من يوم، خلونا منهم جزء لا تجزء من الشعب السوداني برضه. هتودوا من؟ هتحكموه؟ لو في حكم حكم لحكم كان نحكم الناس اللي قاعدين في السجون، صح ولا ما صح؟ ما تعالوا نطلع البلد من المحزق. تعالوا نقدم مقترحات حقيقيه. خلونا من المنابر بتاعت التلفزيونات والاعلام ده ما بنستفيد منه شيء. كنت قلت في بي بي سي 24 سنه ما بتجيب حاجه، ما بينقلوا كلامك في النهايه ما بيستفيدوا من المشاهدين حق البزنس. انت مستفيد شنو؟ انت استضافوك في القناه استفدت شنو؟ انت ما استفدت، لكن القناه دي استفادت من الناس اللي بيعملوا لها الشير واللايك. انت فاهم القصه دي؟ لازم تفهم الكلام ده كويس. نحن ولا دارين كلام بتاع جرايد ولا دارين كلام بتاع صحف، ده كله ما عندنا ما شغله، ده كله الدموم ارموه في عرض الحي. تعالوا نحن نعمل شغل. تعالوا نعمل منبر جامع كلنا كقاده نمشي لقدام ونشيل النادي الجد. زول ما نخلي برا. المجرم ذاته يجيبون يقول لي انت مجرم حسابك جاي. انت اي مجرم خليك بهنا. انت معانا ما في مشكله انت سوداني، لكن خليك بهنا انت مجرم. لسه لما تنظف. لكن الباقي ده كلهم نجيبهم سوا في صحن واحد، كلهم نحط يدينا مع بعض عشان نبني دوله حقيقيه. ما دوله بتاعت احصاء لاي كيان في داخل جمهورية السودان. ما في إحصاء لأي حد. نبني دولة وفي ذا وما في إحصاء نقدم الرؤية، الرؤية هي الجامعة للوحدة دي هي اللي بتجيب الشعب السوداني. والليلة نحن كلنا لو عملنا كلام حقيقي وأدينا مقترح بحل قضايا السودان وبودي السودان لقدام، والله قسما وعظما النادر كلهم بيجوا بينكبوا فيه في السلام. لكن ما ممكن نحن نقعد نلوم في الناس ورقتنا لسه نحن ما قدمنا للشعب السوداني. ده يبقى ذاته في حد ذاته، ده ذاته كلام. نحن ذاتنا لازم نقدم ورقتنا للشعب السوداني ونقدم مقترحاتنا للشعب السوداني. الدولة الفدرالية اللي بنتكلم عنها أو الدولة الألمانية اللي بتتكلم عنها، يبقى أنه الكلام ده قبل ما نقعد في ترابيزة المفاوضات أو نبني السودان كيف، يجب علينا نحن كلنا نجمع الناس ونبني الكلام اللي دايرين نقوله ده ونجيب المقترحات. والمقترحات كلها تجي وكل الضمانات تجي لكل الناس، للرحال ولل نازحين. ليه؟ لانه في النهايه عشان ما يكون في ديل الناس اللي بيموتوا، ما في زول ثاني، البقاري والمزارع ديل اللي بيموتوا عادي، ديل اللي بنخطهم هم ديل اللي عملوا السلام. نضمن السلام حقهم اول حاجه، بعد ذلك نجيب خطتنا الاقتصاديه نخطها بالجنب. والثروه والسلطه دي بعد ذلك احنا نجي نتكلم فيها. ليه؟ لانه احنا دي منا اول حاجه موت ما في. في زول قال لي نوم سليمان أنوم أمشي وين؟ أنت قندات تنوم ما أمشي نوم. قال لي حسن عادم كويس؟ ده أهم شيء، ده اللي بودي السودان لقدام. ده الحل الوحيد اللي بودي السودان لقدام.
جمع وحدتنا قبل ما الفاس يقع في الراس. المفروض نتعلم من الاخطاء، لكن الشعب السوداني احنا ما قاعدين نتعلم من الاخطاء، ما قاعدين نتعلم من اخطاء الاخرين ولا اخطاءنا، ولا قاعدين نعترف. زول بيخطا بيملك بيعتذر للشعب السوداني نادر، بركب كوز انه فاهم بس ما بيعتذر. اي بيجي كله بيركب كوس انه هو فاهم، ما بيجي بيقول لك والله يا اخي انا بعتذر انه كنا احنا قلدنا او كان احنا كحزب قلدنا للشعب السوداني، ما بيطلع بيعتذر، لا لا بركب راس. وركوب الراس الوضع الناس لحد هسه هنا، ركوب الناس بس الراس ده دلوا ضيع جمهورية السودان. وبنقعد نفتخر نحن كسودانيين عندنا داب، ونحن كسودانيين نحن سودانيين ما عندنا اي حاجه، لكن عندنا خلينا نطلع الدوله دي من المعزق في خلال 3 شهور الجايه دي. الليله شفتوا ناس في حلفه راكدين في المستشفيات، شفتوهم صح؟ شفتوا ناس في حلفه دي راكدين في المستشفيات؟ ها حق البنادول ذاته ما في، يلا دي الشماليه ذاتها صح؟ السودان كله تعبان، في ناس زمان بياكلوا وجبتين حسي بقت وجبه واحده وما في، ما في عجيب، ما في، في بيوت ما عندها اكل، اكعب من دفي ما في. خليني من قصه اللحمه وشنو اكل، ما في فتريده دي بس، ما في في البيت، ما في ما في. الناس انت قاعده تمشي في الصفوف بتاعت العيش دي شنو؟ المد العيش غالي، الواحده عشان تمشي تجيب العيش تجيب لها دقيق مد كامل وتجيب لها حاجات وتجيب شنو؟ والحاجات الدار تجي تعمل بها الملح والحطب وعواسه بكلفها. الناس دي ما راكبه الافران دي عشان سماح الخبز، لا لا ابدا، لا لا ما انتم ما عارفين الحاصل. بيجيبوا الخبز القروش كلها حقت الخبز، ما عندهم حاجة بيعملوا بها الكراسة. السودانيين دي اللي عندهم ما بيمشوا بيقفوا في الصف، ما عندهم. عشان كده الناس الواقفة في الصفوف دي بتجيب العيش وبتديه موية وسكر وبيأكلوا الشفع بس. فيجب علينا الوقت الراهن نحن لازم الناس اللي ما وقعنا السلام دي تعالوا نجنبوا نحلوا الأزمة بتاعت السودان، نقدم مقترح اقتصادي ونجيبوا شركاءنا، ولازم يكون عندنا شركاء دوليين نجيبهم طوالي، ونجيبوا الادارات الاهليه الناس كلها نجي نخطها سوا، نجي نعمل اتفاق سلام حقيقي نوقف البندقيه وطوالي الشركات تبدا الشغل. احنا ما عندنا حاجه نقول لها الثروه والسلطه والمفاوضات، لا بنبني دوله نجيبوا كلامنا كله نجيبوا سوا، نجي ما في زول بيجي يقول لك هم سووا شنو، ما تقول هم، انت ذاتك لازم تكون موجود في نصهم عشان نبني الكلام ده، نبني دوله حقيقيه، نطلع السودان من المعزق اللي هو فيه ده. نحن الان في معزق ما يعلمه الا الله. الصومال خايفه ان توصل مستوى السودان، الصومال الرئيس الصومالي خايف لشعبه ان يوصلوا مرحله السودان. اسمع الكلام ده كويس، ابو قدر حياتنا لكم كثير، إذا بقي في الأمر بقية الله يفصل بكرة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. تحياتنا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.